حاليا نتواجد بمعرض المنتوجات البيئية المنظم في إطار الأسبوع الأخضر لمدينة تيزنيت الذي نظمته جماعة تيزنيت تحت شعار مدينة تيزنيت مدينة خضراء في مواجهة التغيرات المناخية. فعلا جماعة تيزنيت دأبت كل سنة أن تنظم الأيام البيئية، وهذه السنة نظمت الأسبوع الأخضر احتفالا باليوم العالمي للبيئة. وهذا المعرض اللي احنا كنتواجدوا فيه اليوم تمت الافتتاح ديالو البارحة يوم 26، هناك مجموعة من الأنشطة المتعلقة بهذا الأسبوع الأخضر، منها هذا المعرض للمنتوجات البيئية الذي تعرض فيه مجموعة من الجمعيات ومن الإدارات القطاعات ديال الدولة تجاربها المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. كذلك يشمل برنامج الأسبوع الأخضر مجموعة من الأنشطة المتعلقة إما بورشات لفائدة تلاميذ المدارس. تشمل هذه الأنشطة كذلك مجموعة من العمليات المتعلقة بتدشينات لبعض الحدائق والمناطق الخضراء التي تندرج في إطار تهيئة مدينة تيزنيت، تدشين لتشجير المتعلق بأشجار التصفيف بطريق تفراوت، وهذا كيندرج كذلك في تقوية وتعزيز جمالية المدينة وزيادة في المناطق الخضراء لمدينة تيزنيت. كذلك من بين الأنشطة المقررة في هذا الأسبوع هناك ندوة، حاليا ندوة أو يوم دراسي حول الواحات ومدن الواحات لكي يندرج كذلك في إطار هذه الأنشطة ديال الأسبوع الأخضر. من بين الأنشطة كذلك أن هناك ورشات تطوير لفائدة الجمعيات المجتمع المدني بحديقة جبابدي التي ستنطلق غدا على الساعة الثالثة. هناك كذلك مجموعة من الندوات المتعلقة إما بتدبير أو استعمال الأكياس البلاستيكية ومخاطرها. كذلك ندوة يوم الأحد يعني تتحدث عن إعادة استعمال المياه العادمة، نموذج المياه المصفات من محطة تصفية المياه العادمة بتروى. من بين الأنشطة كذلك نجد الطواف الأخضر الذي دأبت جماعة تيزنيت تنظيمه كل سنة، وهذه السنة سيشمل مجموعة من النقاط المتعلقة بمدار يعني مدار تروى. ذلك الأنشطة أنه في إطار هذا الأسبوع الأخضر قامت جماعة تيزنيت بإحداث جائزة لأحسن مبادرة بيئية لفائدة جمعيات ومؤسسات المهتمة بالبيئة، وهذا يندرج كذلك في إطار اهتمام جماعة تيزنيت بالبيئة والمحافظة عليه، وكذلك للاستعداد والإعداد لقمة مراكش للتغيرات المناخية.